السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم على اليوم فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون فيه عده مواضيع، اسئله واجوبه. البارح درنا موضوع على النساء الحوامل، شنو هي المساعده اللي يقدروا ياخذوا قبل ما يولدوا، كاينه مساعده بعد الولاده وكاينه مساعده قبل الولاده. المساعده ديال بعد الولاده الفيديو ديالها كاين لتحت، جميع الاموال اللي تحصل عليها من بعد ولاده الطفل ديال الكيندر جيلد والالتن جيلد كاين الفيديو ديالها لتحت في القناه، تقدروا تقلبوا عليه. وهذه المساعده ديال قبل الحمل ما كناش دايرينها، درناها البارح، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. اليوم في الليل غنديروا داك الموضوع ديال واش نقدر نبدل رخصه السياقه المغربيه، البيرمي ديال المغرب ولا اي بيرمي عربي تونسي ولا جزائري ولا سعودي، اي بيرمي خارج الاتحاد الاوروبي واش يقدر يتبدل في المانيا، غيكون هو الموضوع ديال اخر الليل ان شاء الله. غنديروا قبل من وجود ديال الحلقات نجاوبوا فيها بعد على الاسئله ديالكم. كنشكركم على الدعم ديالكم، القناه غاده في تطور، الله يرحم لكم الوالدين. وكنشكر كل واحد كيصيفط ليا ميساجات ديال الشكر والدعوات ديالكم، هي باش غاده هذه القناه هذه. اما القناه هذه راه باقا ما كتصور والو. قبل ما نبداو، اللي بغى يطرح الاسئله يطرحهم في القناه على يوتيوب، ولا يطرحها في الصفحة على فيسبوك ماروكان ارجيمال فلوك، ولا يطرحها على الانستغرام. كنتمنى انكم كلكم تدخلوا الانستغرام وتشتركوا معايا في انستغرام، كنخلي لكم في الوصف. شنو هو الوصف؟ الوصف دابا ملي كتشوف فيا كاين واحد السهم على اليمين صغير، على اليمين ديال الفيديو صغير، ضغط عليه غتلقى اللينك ديال الانستغرام، ضغط عليه ودير معايا اشتراك، ما غتخسر حتى شي حاجة. القناة فيها 3000 مشترك والانستغرام فيه 100 مشترك، فانتوما غير تعبير على الشكر اللي كتشكروني، دخلوا اشتركوا معايا في الانستغرام. قبل ما نبداو بغيت نشير لكم واحد الحاله ديال واحد السيده كاينه معنا هنايا في المانيا، وبغيتكم تعاونوا معها. هاد السيده هادي ما باغا لا فلوس لا والو، الحمد لله عندها فلوس، كتاخذ فلوس، ما عندهاش مشكل ديال الفلوس. هاد السيده عندها واحد المشكل، كانت جات فيزا لالمانيا ودارت اللجوء، دارت اللجوء كانت حامله، دابا منين ولدات الاصل ندير بها دوله مكتب الهجره، قال لها جيبي لينا الباسبور ديالك باش نرجعوك بحالك للبلاد. يعني هاد السيده عندها مشكل ديال اللوجيه، يعني هما الا بغاو يرجعوها يقدروا يرجعوها، يعني الا ما مزوجاش وكذا، واخا واحد عايشه في المانيا واخا والده في المانيا، يعني هي دابا جالسه على المساعدات وكانت بعدا غير خدامه يقدروا يعاونوها بشي حاجه، يعني خدام كتصرف عليها. كتشي علاش كنقول لكم الخوت ديما خدموا خدموا، راه الخدمه كتعاون الانسان، راه هما ملي كنتو كتشوفوا كياخذوا المساعدات كيلعبوا عليك العشره. هاد السيده هادي سميتها حياه، وكتكون في نواحي ديال بوبرتال بالضبط، واحد المدينه سميتها فيرميسكيشن فيرميسكيشن، ومحتاجه غير المساعده قانونيه. يعني شي واحد فيكم اللي شاف هذا الفيديو هذا وعنده نفس الحاله، يعني جاب فيزا وخدا الدول دونك، خدا دار اللجوء عنده الدول دونك، ودابا باقي ما عطاوهاش ابشيمونك، ما عطاوهاش الطرد، ولكن قالوا لها عطاوها دابا 3 شهور، قالوا لها المره الجايه نقدروا نجريو عليك. هي مش عطيتها انا سميه ديال الجمعيه تقدر تمشي لهم ديال المساعده، دايره واحد المحامي عيان، عطيتها واحد السميه ديال واحد المحامي مزيان. هي دابا المساعده ساكنه في هذا الفيلاج ديال فيرميسكيشن، فيلاج صغير ما فيه والو، لا تران لا حتى شي حاجه، ما كاين لا مغاربه لا والو. اللي بغى يساعد هاد السيده هادي غير بالمعلومات، راه ما تحتاجش، هي قلت لكم راه ما باغاش الفلوس، ما باغا لا فلوس لا حتى شي حاجه، ولا تهزات ديها ولا تهزات طوموبيلتك ولا ما باغا حتى شي حاجه، مساعده قانونيه صافي. شي واحد انا نخلي لكم النمره ديالها، هي كتشوفوها طالعه هنا، غنخليها حتى لاخر الفيديو باش اللي دخل يقيدها. ولا كتعرفوا شي حاجه على هذا الموضوع هذا، نجوم الناس اللي كتعيشوا هنايا في المانيا ولا اللي مدوزين هاد القضيه هذه، ساعدوها ولو غير بمعلومات. الله يرحم لكم الوالدين، المرأة ما مجوجاش، راجلها باقي في المغرب ومعها بنية صغيرة وبوحدها، وما كاينش اللي يعاونها، اللي يقدر يعاونها غير بالمعلومات، وبالاخص العيالات وخا غير تونسوها. هاي النمرة ديالها كتشوفوا فيها، غنخليها حتى لاخر فيديو باش ان شاء الله اللي بغى يتصل وبغى يدير هذا الخير هذا يتصل بها. ندوزو الأسئلة مباشرة. السلام عليكم اخي، انا عندي جنسية ولادي والزوجة ديالي عندهم كارتا اي او، واش ضروري اجورنامينتو حيت دازت عليه 3 سنين؟ يعني هذا السيد هذا عنده جنسيه ومراته عندها كارتا اي او وولادو حتى هما عندهم كارطات، قال لك واش ضروري ندير لمراتي اجورنامينتو حيت دازت عليه 3 سنين؟ هو ماشي ضروري يدور اجورنامينتو، حنا هضرنا على الاجورنامينتو داك النهار في الفيديو، الفيديو راه كاين في القناه وتقدر ترجع ليه، وغادي نخليه لكم حتى في الوصف باش تعاودوا تطالعوا عليه، حيت بزاف ديال الناس كتسولني قبل ما تشوف الفيديوهات كتبغي الجواب مباشره. الاجورنامينتو كديروا الا بديتي التصويره، الا بدلتي الكنيه، بزاف ديال الحوايج راه الفيديو كاين، ماشي ضروري. لكن عندك شي حاجه خاصك تبدلو عليه، ولكن انت ملي كتجي هنا لالمانيا عندك الجنسيه، الناس اللي كيكونوا عندهم الجنسيه الازواج ديالهم شنو كياخذوا؟ المراه عندها الجنسيه ولا الراجل عنده الجنسيه؟ انت ملي كتدفع كتاخذ 5 سنين، يعني انت عندك جنسيه ملي كتدفع لمراتك كيعطيوها ديريكت 5 سنين او فنطالت ستيتل. وباش تاخذ 5 سنين خاص يكون عندك 5 سنين في باسبور، الا جيتي انت باسبور ديال 3 سنين غيعطيو لمراتك 5 سنين، يعني من الاحسن دير اجورنامينتو. ندوزو السؤال التالي. السلام عليكم اخي، امتى نقدر ندفع لبنتي الجنسيه في المانيا؟ واش هي خاصها تقرا بي اينز؟ القانون ديال الجنسيه في المانيا شنو يقول بالنسبه للاطفال؟ ملي كيتزاد الدري هنا في المانيا
ما كتقدرش تدفع ليه الجنسيه حتى كدير انت الاب ولا الام يكون عندهم 8 سنوات ديال شهاده السكن في المانيا، وفي بعض الاحيان شهاده السكن بالنسبه للناس اللي عندهم الجنسيه، الناس اللي عندهم بطاقه الاقامه تكون عندك 8 سنوات ديال الاقامه من تاريخ اول اصدار ديال اوسفايس، اول اصدار بطاقه اقامه في المانيا خديتي هذاك التاريخ الاول اصدار اللي مكتوب فيها، من تما كتحتب 8 سنين. ملي كدير ديك 8 سنين ديال الاقامه ولا 8 سنين ديال شهاده السكن ديال صاحب الجنسيه، كتقدر تدفع لبنتك الجنسيه، كتخلص لها شي 10 اورو، كانت 7 المهم دابا ما عرف، المهم الثمن ماشي مهم، المهم كتسنى 8 سنين عاد باش كدفع الجنسيه لبنتك. تقرا بنتك البيانز، البنت ما كتطلبوش، لا البنت راه كتقرا هنا في المدرسه، راه كتعلم الالمانيه في المدرسه، 8 سنين كتدخل راه كتكون في الصف الثاني، يعني الالمانيه راه كتكون كتضربها احسن منك انت، يعني ما كتحتاجش البيانز، خاصك غير 8 سنين ديال السكن. الناس بزاف كيسحاب لهم غير يتولد الولد في المانيا، راه انا ولادي كلهم زايدين، واحد عندي جوج زايدين في المانيا وراه ما عندهمش الجنسيه، خاصني تندير 8 سنين، خاصني تندفع لهم. المهم ماشي بحال اسبانيا، اسبانيا كيتزاد الدري كيعطيو جنسيه، ايطاليا انت ما كيعطيوش الجنسيه على 18 عام، مازال هنا راه كتدفع الجنسيه على 8 سنين، مازال هنا راه مزيان، ولكن البي اينز ما كتحتاجوش. ندوزو للسؤال التالي. السلام عليكم اخي، انا جيت لالمانيا خديت اقامه ديال سنه، واش الا جبت مراتي وولادي يقدروا ياخذوا الاوراق او خاصهم تجمع عائلي من اسبانيا، مع العلم ان ولادي عندهم جنسيه اسبانيه، يعني هذا السيد هذا عنده ولاد وعنده جنسيه، عندهم جنسيه اسبانيه، هادشي اللي هضرنا عليه قبل، ومراته عندها اوراق عاديين، هو جا هنا عنده غير اوراق ديال العام، حيت كما قلنا اسبانيا كيعطيو اوراق الدراري والوالدين، الوالدين ما كياخذوهمش، جا هنا خذا الوراق ديال العام، دابا كيسول، حيت حنا كنا قلنا الناس اللي كيجيو هنا لالمانيا ببطاقه الاقامه الدائمه وكياخذوا غير عام، خاصهم يخدموا عام عاد باش يجيبوا ولادهم، الا كانوا عندهم كاملين كارطا اي او هما والمراه. الا ما كانوش المراه ما كانتش عندها الكارطا اي وعندها بيرميسو ديال عام ولا ديال عامين، خاصو يدير لها تجمع عائلي من القنصليه ديال المانيا في اسبانيا ولا في ايطاليا. هاد السيد هذا ولادو عنده الجنسيه، يعني هذه حاله خاصه، يعني الولاد كاين ممبر او فاميلي اي او، هاد العائله فيها واحد الفرد اوروبي. هاد السيد هذا دار واحد خطا، كون كان جاب ولادو معاه كانوا غيعطيوه 5 سنين ديريكت، دابا هو منين داز العام الا جاب ولادو بهذيك الجنسيه غيعطيوه هو 5 سنين وغيعطيوه مراته 5 سنين. يعني انت اخي عندك بيرميسو دابا ديال العام، ما محتاج تجمع عائلي في اسبانيا، حيت عندك ممبر اوف فاميلي او في العائله ديالك، عندك واحد العضو من الاتحاد الاوروبي في العائله ديالك اللي هو ولدك، اللي القانون الالماني ولا القانون ديال الاتحاد الاوروبي كيخول لك انك تحصل على اقامه ديال 5 سنوات انت والزوجه ديالك، يعني الا جبتيهم ديريكت وتمشي تدفع لهم ما عندك حتى شي اشكال، خاصك غير يكون السكن لائق ويكون السالير هو قدك انت والعائله ديالك، يعني اربعه الناس راه عاد تحسب 400 ليك و400 لمراتك 800 اورو، والدراري 200 200 هي 1200 عاد باش الكراي، كنتي كاري 700 اورو كتزيد 700 اورو، كنتي كاري 600 كتزيد 600 اورو، كنتي كاري 800 كتزيد 800 اورو وهكذا. ندوزو للسؤال الثاني. السلام عليكم اخي، انا عندي اوراق ديال 5 سنوات وبنتي عندها 22 سنه، عندها اقامه لارغا دوراسيون و اي خداتها على الخدمه، يعني ما هاد البنت هادي ما واخداهاش على امها، وعندي بنت صغيره، واش نقدر نجي نخدم في المانيا؟ يعني هاد السيده هادي عندها غير ورق ديال 5 سنين ديال اسبانيا، حيت نتوما كما كتعرفوا اسبانيا ماشي بحال الطاليان، ما كتعطيكش كارتا ديريكت اي او ولا او اي اونيون اوروبيه، الطاليان كيعطيوها لك مباشره من ورا 5 سنين، سباليون لا كتدفع كيعطيوك 5 سنين، ولا بغيتي كارتا اي او خاصك تعاود تدفع باش يعطوك كارتا اي او. يعني هاد السيده هادي عندها الورق غير ديال 5 سنين، وبنتها عندها 22 سنه يعني مكلفه براسها فايته 18، عندها اوراق ديال الخدمه وعندها كارتا اي او، يعني هي تقدر تجي لالمانيا، والام ما تقدرش تجي لالمانيا خاصها تطلب الكارتا اي او، وعندها بنت صغيره حتى هي عندها اوراق عاديين. هي سولات قالت لك واش تقدر بنتي تسبقني تخدم بما صيبت انا الكارطون، جي طبيعه الحال اختي بنتك ما كانتش تقدر تجيك وكانت دارت موتيفو فاميليار عليك انت، يعني زعما كون كانت واخده ديك الكارطه على حساب الخدمه ديالك انت محسوبه عليك انت، ما واخداش الخدمه على حساب الخدمه ديالها، بما انها هي مصيبه الوراق على الخدمه ديالها هي، فهي تقدر تجي تسبقك وتصيب الدار بما توجد الدار بما دفعتي انت الوريقات ديالك تمايا وخديتي لارغا دوراسيون وتقدري تلحقي عليها، ما عندك حتى شي اشكال. ندوزو للسؤال التالي. انا مراتي عندها بي اينز والجنسيه، واش نقدر ندفع عليها الكارطه؟ دابا هذا السيد هذا باغي يدفع الكارطه، وحنا ما قلنا من شروط البطاقه الاقامه الدائمه في المانيا خاص يكون عندك البي اينز، هو مراته عندها جنسيه وعندها بي اينز، قال لك واش نقدر ندفع عليها الكارطه؟ هادو ماشي اوراق البي اينز، اللغه راه ماشي اوراق باش تدفع على مراتك، اللغه راه خاصك انت تكون قاريها باش تاخذ الكارطه، يعني انت خاصك تقرا البي اينز. يعني كون كنتي تقول لي مراتي عندها الجنسيه ندفع عليها الوراق، نقول لك اه الا كانت خدامه تدفع عليها الوراق هذه ممكن، ولكن البي اينز لا، واش مراتك غتهضر في بلاصتك؟ ما يمكنش، خاصك انت تقرا البي اينز وهي تقرا البي اينز ديالها، انت تاخذ الدبلوم ديالك وهي تاخذ الدبلوم ديالها،
خوتي جينا نهاية الفيديو، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش اخوتي تعاونوا حياة ولو غير بمكالمة وبالمناسة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.